عاما قضاها هذا الرجل على وجه الأرض عاصر خلالها 5 حروب عاشتها مدينة بورسعيد المصرية، ولا زال يسترجعها وهو يتجول في شوارعها. فوزي أبو الطاهر ابن القنال الذي شارك في 3 حروب كان له دور مخابراتي بطبيعة عمله في شركة المواد البترولية الخاصة بالسفن آنذاك، بالإضافة إلى أنه كان مسؤولا في حرب العبور عن توصيل المواد البترولية لوحدات الجيش في أثناء عمله بالشركة. العدوان الثلاثي أنا اللي اكتشفته وأنا مبلغ الرئيس جمال عبد الناصر عنه، التصريح بتاع التموين بتاع السفن بعد ما بعمله كده القبطان بيمضي عليه والشيف انجينير بيمضي عليه، فهو بعد ما خلصنا بيقول لي يعني I want to see you do it dead when I come next time to بورسعيد. بقول له يعني what do you tell me like that for؟ قال لي عشان after 5-6 days English and French white outboard and come for take the Suez Canal again. واقفين بره وهيجوا ياخدوا قناه السويس. هي المركب دي كانت ناقله بترول امريكيه. تعدد بطولات الفدائي فوزي أبو الطاهر واستطاع خلالها أن يأخذ من كل حرب ذكرى، لا زال يتذكر تفاصيلها وهو يحكيها لنا. إجت حاجة اسمها البعابع، البعابع دي كانت شايلة إنجليز شحطت على أول جزيرة، طبعا اعتقدوا أن ده الأرض خلاص، بدأت الجنود تنزل لغاية ما بقت المية عندهم، فتحنا نيران بقت الموج الأبيض دي بقى دام محمر. إلى المقهى يصل أبو الطاهر هذه الجلسة شبه متكررة، وهؤلاء الأشخاص أجيال متعاقبة تستمتع به وهو يسرد عليهم ما عاشته المدينة الباسلة. كان مرة العربية جايبة صاروخ من دمياط، عارف سيادتك، فالعربية جاية يعني قبل المغرب، فالطيارة كانت بتبقاها يجري اتدورت عندنا في المنطقة 7، خلينا العربية خشت تحت ورا العمارة بتاعتنا، وكان في شجرة خروع كبيرة قطعناها وما حطيها علينا عليها. فالمناطق دي مناطق كفاح كلها ومناطق تاريخ، يعني كان هي صحبة التاريخ في قلب بورسعيد. ولد أبو الطاهر عام 1929 وعاصر 5 حروب منذ عام 1948 حتى عام 1973، وشارك في 3 الأخيرة كأحد رجال المقاومة الشعبية. وأنت تجلس إلى جوار فوزي أبو الطاهر لن تمل من حكاياته التي سطرها أبناء بورسعيد على مدار قرن من الزمان عاشه على هذه الأرض. كريم شيخ الغد، بورسعيد.